بعطيك أرقام من بين 3000 وشيء من جراحين عصاب اللي يعالجون 350 مليون أمريكان، ومنهم فقط ما تلاقين أكثر من 50 جراح عصاب متمكن في عمليات عمود الفقري باستخدام روبوت. الأفريج جراح عصاب في أمريكا يعمل تقريباً 120 إلى 200 عملية سنوياً، وأنا الحمد لله كملت 450 عملية سنوياً. هذا شو يعني؟ يعني I'm the busiest, one of the busiest neurosurgeons in the US. يعني إماراتي، فما بالش إماراتي في أمريكا busiest، وأرقامي يعني one of the highest numbers in the whole US.